بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. بنواصل تقديم سلسلة المحاضرات الخاصة بالبايثون. اليوم إن شاء الله بقدم لحضراتكم باكج مهمة جدا خاصة بالإكسبلوراتوري داتا أناليسيس أو تحليل البيانات، استكشاف العلاقات بين المتغيرات. لو عندك داتا سيت ومحتاج حضرتك تشوف العلاقات أو الريليشن أو الكوريليشن بين الاتريبيوتس وبعضها، محتاج تشوف اكتر فيتشر بيأثر على الخارج او علاقة الخارج باحد الفيتشر، محتاج تشوف علاقات مخفية عنك، او ان انت محتاج تكتب مجموعة من الاكواد عشان تشوف علاقات معينة. هنا الباكج دي بتمكنك بناء على المحتوى بتاع الديتا الخاص بحضرتك ان بتنشئ ليك مجموعة فيجواليزيشن، مجموعة جرافس بتبين العلاقات المهمة جدا داخل الديتا سيت بتاع حضرتك. الباكج دي اسمها LUX او Lux. لو عند حضرتك بروجكت، البروجكت ده مرتبط بالماشين ليرنينج او الديب ليرنينج، ففي بداية البروجكت بتاعك حضرتك بتكون بتعمل حاجة اسمها الديتا كولكشن. الديتا كولكشن ان انت بتجمع الديتا سيت او بتعمل جيت للديتا، ثم بتعمل اكسبلوريشن. الاكسبلوريشن هنا ان انت بتحتاج ان انت بتعمل فيجوالايز، بتجيب او بترسم مجموعة من التشارتس وبتبحث في العلاقات بين الاتريبيوتس عشان تقدر تجين انسايت. جين انسايت ان انت بتكتشف بعض العلاقات المهمة داخل البيانات وبينها وبين بعضها. الخطوة اللي بعد كده بتعمل كلينينج وبري بروسيسنج، ان انت بتقدر تظبط البيانات بتاعتك عشان تقدر تدخلها على الماشين ليرنينج الجوريثم بتاع حضرتك، ثم تقدر تعمل سيلكت لموديل وبتعمل له ترين. تبدأ بعد كده تعمل فاين تيون للموديل بتاع حضرتك وتقدر تقدم الحل المقترح وتقدر تعمل ديبلويمنت اللي هو لانش ومونيتور ومينتين يور سيستم. اهم خطوه في الخطوات الموجوده دي هي خطوه الاكسبلوريشن، مهمه جدا. وفي جزء في الداتا ساينس او الداتا ساينس هو الاكسبلوراتوري داتا اناليسز، دي مهمه جدا ودي اكبر مهاره المفروض يتمتع بيها اي حد شغال في الداتا ساينس. عشان تعمل ده كنا بنكتب قبل كده مجموعه اكواد عشان نقدر نعمل اكسبلور للديتا بتاعتنا، وكان الموضوع صعب جدا لو انت ما كنتش اكسبرت في الفيلد. هنا المقصود بالفيلد الابليكيشن، يعني لو انا جايب لك ابليكيشن من حته معينه، التالي انت مش فاهم قوي الاتريبيوتس، فما انتش قادر تقول والله انا هبدا منين، ايه الحاجات المهمه، ايه الاتريبيوتس المفترض ان اشوف العلاقه ما بينها وبين بعضها. تمام. يا ترى كمان الفيجواليزيشن لما اجي اختار شرط معين، ايه الشرط المناسبه ان اقدر اعرض بيها البيانات بتاعتي. كمان الموضوع ده كان محتاج منك ان انت تكتب كود زي ما قلت، وكان الموضوع ترال اند ايرور لحد ما تكتشف علاقه معينه. عن طريق الباكج اللي اسمها لاكس بقى الموضوع بسيط جدا. لاكس دي عباره عن اوبن سورس باكج، اوكي، ودي مهمه جدا لو حضرتك ما كنتش عارف هتبدأ تعمل اكسبلور للديتا من اي نقطة. اللاكس دي مبنية او يعني اتعملت عشان يبقى عندها فلسفة اللي هو ايه، ان انت تخلي الفيجواليزيشن بتاع الديتا بتاعت حضرتك سهلة جدا، زي ما كنت بتطبع الديتا فريم او زي ما كنت بتتعامل مع الديتا فريم داخل البانداس باكج. اصبح عندك ان انت بتعمل اوتوماتيك فيجواليزيشن للديتا فريم، ده اوتوماتيك بدون حضرتك تقريبا ما بتكتب كود. تعالى اوري لحضرتك ازاي تعمل انستول لللاكس. عشان تعمل انستول لللاكس تروح تنستول الباكج بي اي بي عن طريق البي اي بي انستول لاكس داش اي بي اي، وبعدين عشان تشغل الرسومات او الويدجت بتاعت اللاكس داخل الجوبيتر هتكتب الاثنين كوماند دول. زي ما قلت لحضرتك ان اللاكس بتعمل اوتوماتيك فيجواليزيشن وبتطبع لك الداتا فريمز بتاعت حضرتك، بتطبعها وبترسمها. تمام.
هي بتعمل شويه ريكومنديشن كده، وهي بترسم بناء على الكونتنت الخاصه بالديتا فريم بتاعت حضرتك. تمام، الاجزاء دي بنقول عليها اناليتيكال مين، اناليتيكال اكشن. مجموعه الفيجواليزيشن اللي بتبان قدام حضرتك من خلال الداتا سيت نقدر نرسم الكورليشن، نقدر نرسم الديستريبيوشن، ونقدر نرسم كمان مين، نقدر نرسم كمان الاوكيانس. تعالى اوري لحضرتك الكود الخاص باللاكس. احنا هنستعرض اللاكس من خلال الداتا سيت الخاصه بالدايابيتس، الخاصه ببيما انديان دايابيتس داتابيز، ودي تقدر تنزلها منين، من كاكل. طبعا حضرتك تعرضنا لده قبل كده، انت حضرتك عارف ان ده عباره عن شويه بريدكتور، بريدكتور مرتبطه او بتبحث في البريدكشن بتاع هل الشخص مريض بمرض السكر ولا لا، وشويه البريدكتور دول اللي هم عباره عن الفيتشر فيهم عدد مرات الحمل. طبعا الداتا سيت دي كلها خاصه بالفيميل، مرتبطه بعدد مرات الحمل، مرتبطه بالبي ام اي، مرتبطه بالسكن ثيكنس، مرتبطه بالانسولين ليفل، وهكذا. وفي الاخر بيقول الشخص ده مريض ولا مش مريض. كل اللي هكتبه ان بعد ما عملت انستول للاكس هعمل امبورت للبانداس وامبورت للاكس. اعتقد ممكن نكبر الصورة شوية. بعد ما عملت الكلام ده هروح اعمل امبورتنج للديتا بتاعتي، او هروح اقرا الديتا بتاعتي عن طريق الميثود اللي اسمها read column separated value الخاصة بالبانداس، والبيانات بتاعتي اسمها diabetes. اوكي خلاص حملت البيانات، هتقدر بعد كده بس تيجي تعرض الديتا فريم. هنا بتلاحظ بقى هو بيعرض الديتا فريم، هي نفس الديتا فريم. اوكي زي ما قلنا دي البريدكتور، عدد مرات الحمل، الجلوكوز، البلاد بريشر، وهكذا لحد مين، لحد الليبل بتاع الاوتكم، يا ترى الشخص ده بيشنت ولا نوت بيشنت. ودي الانستانسز بتاعت حضرتك اللي هي كل رو. هنا هتلاقي طبعا اخر كولوم عندك 767، فالبيانات بتاعتي عباره عن 768 رو في 9 كولوم، اللي هم 1 2 3 4 5 6 7 تمام 8، والتاسع هو مين، هو الاوت كام. هنا بتلاحظ ان في بقى في باتون عندك، الباتون ده مكتوب توجل، توجل يعني يقلب، توجل بانداس ولاكس. هو عارض دلوقتي مين، عارض البانداس. لو حضرتك حبيت بقى بنفس السهوله كده ان يبحث في العلاقات ما بين البريدكتور دي، تقدر بس تضغط على الباتون ده. لما تضغط على الباتون ده هتلاقي قدام حضرتك ظاهر مجموعه الفيجرز اللي باين قدامك ان المحاور بتاعتي الاكس والواي. هتلاقي هنا في مثلا السكن ثيكنس مع الانسولين، وراسم السكتر بلوت بتاعتها. تمام، وحضرتك تقدر من خلال الرسمه دي تكبر تصغر عن طريق السكور السكرول باتون اللي موجود في الماوس، وتقدر حضرتك تسحبها يمين وتسحبها شمال براحتك، تعامل بقى مع الفيجر بالشكل اللي انت شايفه كما يتراءى ليك. تمام، طبعا باين ان هو عمل لك اوتوماتيك فيجواليزيشن وعرض لك 12 مور تشارت. اوكي طبعا هو عرض 3 و12 كمان، عرض لك 15 رسمه ما بين العلاقات او بين الفيتشر اللي موجود. يعني هنا الايدج، هنا البلاد بريشر، هنا البلاد بريشر مع البي ام اي، دي خاصه بالاتريبيوتس او خاصه بالبريدكتور داخل الداتا سيت. انا ما كتبتش كود، انا مجرد ما عملت لودنج لللاكس فقط. هنا عارض الجلوكوز مع الايدج، الجلوكوز مع البلاد بريشر، وهكذا. تمام، لاحظ بس فوق مجموعه من التابس، انت مجرد ما ضغطت على توجل بدا يظهر قدامك ثلاث حاجات، في تاب خاصه بالكوريليشن، والتاب خاصه بالديستريبيوشن، وتاب خاصه بمين، وتاب خاصه بالاوكيرنس. لما تيجي تبص للكوريليشن ده بيجد لك مجموعه العلاقات
اللي بين المتغيرات او بين الاتريبيوتس او البريدكتور الكميه. اوكي، وبيقدر يرسمهم لك زي ما حضرتك شايف، بس مرتبين من اكتر المتغيرات ارتباطا الاول. يعني ايه؟ يعني وانت بتعرض هتلاقي ان اكتر حاجه مرتبطه هي السكين سيكنس مع الانسولين. اوكي، ثم اخر حاجه موجوده اوكي بين الايدج وبين الانسولين، وكان ما فيش علاقه لما تيجي تبص للبيانات. وزي ما قلنا اقدر اتحكم في الفيجر اللي قدامي بالشكل اللي انا عاوزه. طبعا حضرتك لو في اي وقت محتاج ان انت تاخد اي تشارت من دول عشان تقدر تعمل له بروسيسنج او تخزنه، كل اللي هعمله ان هعمل كليك هنا كده، هتلاقي العلامه دي ظهرت قدام حضرتك، واروح اعمل ايه بقى؟ واروح اعمل له اكسبورت، ودي نقدر نشوفها في اخر المحاضره. تمام. الحاجه الثانيه اللي ممكن تشوفها بخلاف الكورليشن، تقدر تشوف الديستريبيوشن. ايه الديستريبيوشن ده؟ الديستريبيوشن ده بيرسم لك الهيستوجرام ديستريبيوشن بين لكل المتغيرات الكميه اللي موجوده في الداتا فريم، برضه مرتبين من الموست تو ليست سكيود ديستريبيوشن. اوكي، انا في الديستريبيوشن اهو بيوريني اليوني فاريت اللي هو معناه متغير واحد، الهيستوجرام لمتغير واحد من الكوانتيتيف اتريبيوت زي ما حضرتك شايف. يعني بيعرض لي البريدكتور الخاص بالانسولين، وبيبدا يوريني النمبر اوف ريكورد حوالين الرسمه بتاعتي. اوكي، زي ما حضرتك شايف. بعد كده عرض لي الايدج، اوكي، بعد كده الديابيتيز، وهكذا لحد مين؟ لحد اخر حاجه. زي ما حضرتك بتلاحظ تقريبا بيعرض منين؟ من الاكثر انحرافا، الاكثر انحرافا للهيستوجرام. بعد كده تقدر حضرتك كمان تشوف الاوكيرنس. ايه الاوكيرنس ده؟ الاوكيرنس ده مرتبط بالكاونت بلوت اوكي بتاع الكاتيجوريكال فاريبل اللي هو المتغيرات اللي هي لها كاتيجوري مش كميه، يعني خاصه بكلاس، كلاس معين. يعني مثلا الاوت كم مريض او غير مريض. اوكي، لما تيجي تقف هنا كده هيقول لك والله النمبر اوف ريكورد عندي 206 داخل الداتا سيت، عندي 268 واحد مالهم مريض، وعندي 500 واحد مش مريض. اوكي، نفس الكلام داخل الداتا برضو في عنده عدد مرات الحمل البريجنانسي. اوكي، ويعرض لك القائمه بتاعتهم، عدد الريكورد 68 والبريجنانسز كام؟ بريجنانسز 4، وهكذا وانت ماشي قاعد بيصنفهم لك. والله انا عندي النمبر اوف ريكورد 28 والحمل كام؟ عدد مرات الحمل 9، هنا عدد مرات الحمل 8، هنا 7، وهكذا لحد الاخر. وبقول لك والله في 7 مور كمان، انا اعتقد السبعه دي مرتبطه ان هتلاقي في بيانات فيها 13 و14 و15 عدد مرات مين؟ عدد مرات الحمل. تمام كده يا اخوانا. طيب هو دلوقتي عمل اوتوماتيك فيجواليزيشن للديتا. في كمان اقدر انا احدد الهدف بتاعي، او اقدر اقول له والله ركز لي على البيانات الفلانيه، اقدر اوري له المقصد بتاعي او قصد ايه بالظبط. هعمل الكلام ده ازاي؟ هقدر اجي بس هنا هقول له set intent، والله انا مهتم بالعلاقه ما بين الاوتكم والبادي ماس اندكس، انا مهتم بده. كل اللي هعمله نفس الكلام، هقول له df.setIntent، وبعدين اقول له الdf وريني الداتا فريم. وطبعا البطن معاك اللي بيعمل طاجل ما بين البانداس واللاكس زي ما حضرتك شايف. لو ضغطت هنا هيبدا يبان لك على اليسار زي ما حضرتك شايف الكرنت فيجواليزيشن، وجايب لك هنا انتنت. لو وقفت على انتنت هيقول لك اوت كام وبي ام اي. مين الاوت كام بقى والبي ام اي؟ ده الليبل بتاع الخارج مريض او مش مريض على حسب ما انت حددت في الداله دي، والبادي ماس اندكس. وجايب لك هنا العلاقه اهوت المين اوف بي ام اي اوكي جايبها لك كام، والاوت كام مريض هنا المين اوف بي ام اي والاوت كام بزيرو. تمام، وجايب لك على اليمين بتاع الموضوع ده مجموعه او جاليري من الفيجواليزيشن اللي ريكومندد بناء على الانتنت بتاع حضرتك اللي انت اخترته. تمام، زي ما حضرتك شايف هنا جايب مثلا البي ام اي مع البلاد بريشر، وعرض لك الاوت كام هنا. اوكي، يبقى انا جايب العلاقه بين البي ام اي والبلاد بريشر، وفي نفس الوقت في اي نقطه من النقط دي
حاطط قصادها الليبل او الاوت كام، يا ترى هو مريض او غير مريض، يعني النقط الصفراء دي بتمثل المرض، اوكي، فده انتشار المرض، الناس المصابه، اوكي، كعلاقه بين البي ام اي ومين والبلاد بريشر. تمام، نفس الكلام هنا مثلا جايب البي ام اي، لاحظ البي ام اي اللي انا محدده في الانتنت، البي ام اي مع الايدج دي علاقه، اوكي، ووريني السكاتر بلوت ومميز النقاط المصابه او الاشخاص المصابين من الاشخاص الثلاثي، كذلك الحال البي ام اي والدايابيتس، وهكذا رسم لك مجموعه من التشارت. التاب اللي معروضه دي اسمها ايه بقى؟ اسمها انهانس. التاب اللي معروضه اسمها انهانس، يبقى هو عرض لك الكرنت فيجواليزيشن هنا وعمل لك انهانس. ايه الانهانس ده بقى؟ بيعمل فرذر بريكنج داون الاوت كام والبي ام اي انتنت باي اديشنال اتريبيوت، بيحسن لك الموضوع، بيبدا يحط لك فيتشر كمان او بريدكتور كمان على العلاقه. يعني انت هنا كنت مهتم بالبي ام اي مع الاوت كام، فعرض لك البي ام اي والاوت كام وحط لك يا ترى الديستريبيوشن عامل ازاي مع البلاد بريشر، يا ترى الديستريبيوشن عامل ازاي مع الايدج، وهكذا. يبقى زي ما قلنا ان الانهانس بتوريني بيضيف اديشنال اتريبيوت للكرنت انتنت، للمقصد بتاعي بيحط لي اتريبيوت جديد، بيوريني قد ايه الفاريبل ده، اوكي، بيأثر على العلاقات اللي انا قصدها، قد ايه البلاد بريشر بيأثر ما بين العلاقه ما بين البي ام اي والاوت كام، قد ايه الايدج بيأثر على العلاقه بين البي ام اي والاوت كام. تمام، في كمان تقدر تبص على تاب زياده، ممكن اصغر شويه عشان تبين، طبعا هنا انت تقدر تتحكم في الفيجر زي ما انت عاوز، اوكي، كذلك الحال، وتسحب الفيجر يمين وشمال وهكذا، صغر شويه، اوكي. هنا كمان تقدر تبص على ايه بقى؟ تقدر تبص كمان على الفلتر. بيعمل ايه بقى الفلتر؟ الفلتر لما تيجي تبص هو شايف ان ده مين في بي ام اي مع مين؟ مع الاوت كام، ويجي يوريني بقى مثلا لفاريبل معين او بريدكتور اخر ياخد سب دومين منه. يعني هنا مش بتكلم على البريجنانسي كله او عدد مرات الحمل، ده بياخد بس بيعرض العلاقه بين المين بي ام اي والاوت كام اللي انت محدده في الانتنت ومع مين؟ مع عدد مرات حمل واحده، اوكي؟ فهنا بيقول لك والله المين اوف بي ام اي بالشكل الفلاني والاوت كام بزيرو، ده في حاله عدد مرات الحمل واحد. ها، ده في حالة عدد مرات الحمل واحد، ده في حالة عدد مرات الحمل بزيرو. يعني بيستعرض أو بيشوف العلاقات ما بين الانتنت واللي انت محدده بين الاوتكم والبي ام اي في حالة ياخد فاريبل معين، وياخد الفاريبل ده ويشوف يا ترى الدومين اللي جواه شكلها أو الانترفال اللي جواه شكلها عاملة ازاي، أو الكاتيجوري اللي جواه شكلها بتأثر ازاي على العلاقة بين التو فاريبل اللي هو الاوت كام والبي ام اي. زي ما حضرتك شايف اهو، يعني هنا مثلا عارض لعدد مرات حمل 14، لاحظ بقى هنا لما كان 14 هنا هتلاقي ايه؟ هتلاقي الشخص مريض، يعني اي حد عنده عدد مرات حمل، اوكي، 14، اوكي، والعلاقه ما بين الاوت كام والمين بتاع البي ام اي، هتلاقي ان الشخص ده مريض مش سليم، او الانسانه دي مريضه، اوكي يا اخوانا. طيب من ضمن الحاجات كمان مين؟ جنرالايز. الجنرالايز بقى بتعمل ايه؟ من ضمن التابس اللي موجوده بتاعه الجنرالايز، بتقدر الجنرالايز بتريموف الاتريبيوت عشان يعرض ترند واحد فقط. لما تيجي تبص هنا يبدا يتكلم على الاوت كام، ويقدر يتكلم على مين؟ على البي ام اي فقط، كانه فصلهم عن بعض. انا مهتم بالاوت كام، فبدا يعرض لك الريكورد الخاصه بالاوت كام، والله النمبر اوف ريكورد الاوت كام عامل ايه، عدد المرضى 268، لان احنا قلنا ليبل واحد معناه مريض، وهنا معناه مين، وهنا معناه سليم. نفس الكلام مع مين؟ مع البي ام اي، البي ام اي نمبر اوف ريكورد، والله البي ام اي هنا كام، والبي ام اي هنا كام، وهنا كام، والتكرار او الاوكيرنس بتاع البي ام اي بالشكل اللي قدام حضرتك. طبعا تقدر تعمل الكلام ده وتحدد الانتنت. اقصى حاجه ممكن تحطها في الانتنت عباره عن 3 متغيرات، اوكي، وممكن احط انا مهتم فقط بالاوتكم اهو، وتقدر تعمل توجل يبين لك العلاقات، جايب لك الانتنت بتاعك، طبعا راسم الاوتكم فقط
والنمبر اوف ريكورد اوكي، وبعدين بدا بقى يعرض لك مجموعه من الفيجواليزيشن خاصه بالانتنت فقط. هنا بيعمل انهانس زي ما اتفقنا، بيحط اديشنال اتريبيوت، يعني هنا مثلا المين اوف ام سيولي مع الاوتكم، هنا النمبر اوف ريكورد اوكي بتاعت مين، بتاعت البريجنانسي مع مين، مع الاوتكم، وهكذا. واعطي لك كمان ست رسومات اخرى زي ما قلنا الفلتر. طبعا الفلتر هيعرض حاجه واحده فقط اوكي، اللي هو عفوا بيعمل ابلاي للفلتر على الاوتكم انتنت، انا اسف ده مش بتكلم هنا على الجنرالايز زي اللي فوق، انا بتكلم على الفلتر. والفلتر ده زي ما قلنا بيبحث في العلاقه بتاعه الاوتكم وياخد سب دومين من المتغير. هنا بيعرض لي البريجنانسي 7، هنا بيعرض لي البريجنانسي او عدد مرات الحمل بواحد، وهكذا. تمام، اتفقنا بس جزء قلناه داخل المحاضره. لو حضرتك مهتم ان انت تعمل ايه بقى، مهتم ان انت بصوره معينه او تشارت معين، يعني لو هنفترض ان انا مهتم بالتشارت، تعال ناخد تشارت شكلها كويس كده اوكي، ناخد الديستريبيوشن، ناخد الكورليشن، وليكن انا مهتم بدي، هضغط بس على ده اوكي، بعد ما اضغط يعني دي ما عليهاش حاجه، هعمل كليك هيبان علامه الصح دي، وابدا اقول له اكسبورت اوكي، حتى بقول لي تاكسس الفيجواليزيشن من خلال البروبابيلتي اكسبورتد اوكي. هروح بس دلوقتي كل اللي هعمله ان هاجي هنا اد اكسبورتد، انت عملت اكسبورت ده اول واحد اوكي، هقول له بعد كده حتى ناخدها من هنا خلاص اوكي، هاخد ده مثلا اكسبورت. تعالى بقى لو انا عاوز اقول له ده واحد انا عرضت زيرو فقط، اسف زيرو بس المره الواحده، يبقى بادئ بزيرو بالفعل، وقلت له هيبدا يجيب الرسمه اللي حضرتك كلمت عليها بحيث تقدر تاخد الرسمه دي وتقدر تتعامل معاها بعد كده. اتمنى في ختام المحاضره ان اللاكس باكج تكون مفيده لحضراتكم عشان تعمل اوتوماتيك فيجواليزيشن، وهي زي ما قلنا مبنيه على فلسفه ان تخلي طباعه او الاكسبلوراتوري داتا اناليسز او الاي دي اي سهل جدا، زي ما بتتعامل مع الداتا فريم داخل مين، داخل البندس، ودي اهم مهاره موجوده، وزي ما شفنا من خلال الكود ازاي بنتعامل معاها وازاي بنعمل انستول. اتمنى ان المحاضره تحوز على اعجاب حضراتكم، لا تنسونا من صالح دعائكم في مثل هذه الايام، ونلتقي بكم على خير، وكان معكم الدكتور مصطفى الحسيني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.